أخبار اليوم. هنبتدي مع بعض دلوقتي يا رب بعد ما اطمأنيت لقطعة الفهم. أشوف السؤال الثاني بيتكلم، احنا عرفنا انها situation des actes de parole، يعني ايه اللي اقوله في الموقف ده، وعندي اختيارات من متعدد، يبقى لازم اخد بالي هختار ايه، لان كل اختيار غلط بيفقدني درجة. أشوف أول واحد، vous vous excusez à votre ami de ne pas accepter son invitation، يبقى أنت بتعتذر عشان مش هتقبل دعوة. vous dites، أنا عارف كويس قوي، avec plaisir يعني بكل سرور، désolé آسف، bien sûr بالتأكيد je viendrai أنا جاي، يبقى المنطق هعلم على إيه؟ لما اعتذر وعايزني اعتذر هقوم قايله ايه بقى؟ ديزولي. تاني حاجه اشوف، فوزيت مالاد فوزيت الي شي لو ميدسان، انت مريض وذهبت الى الدكتور. il vous demande، خلي بالك وركز، مش انت اللي هتتكلم، ده الدكتور اللي سالك. او افيفو مال، اين تشعر بالالم؟ او اين تذهب يوم الأجازة؟ ولا أين تتدرب؟ هو بيحاول يعمل لك لخبطة. أو الله، أمال أنا هختار إيه؟ طب ما تركز وتستنى بهدوء كده، هركز واستنى وأقول أين تشعر بالألم يا رب، ده أنا دارسها في أول درس في ثانوية عامة. أو أفيفو مال. تالت سؤال، لو شوفور، السائق، كوندوي à grande vitesse، واخدينها في الدرس مع بعض، السائق يقود بسرعة كبيرة. vous lui dites، انت هتقول له ايه؟ يعني انت شايفه انه سايق بسرعة هائلة لدرجة انك خفت، هتقول له ايه؟ ne faites pas attention، ما تخليش بالك، هل ده منطقي ان انا اقول له ما تاخدش بالك وامشي؟ vous feriez bien de، واخدين الفورمة دي بتاعت النصيحة، vous feriez bien de، من الأجدى لك تكسر الإشارات، يعني يا عم كمان اكسر الإشارات، ولا هقول له vous feriez bien de، من الأجدى لك ralentir، واخدين الفرب ده معناه يبطئ، يبقى أنهي إجابة؟ ما تاخدش بالك وامشي، ولا اكسر الإشارات، ولا لو سمحت امشي ببطء احسن؟ المنطق هيقول ايه؟ الاجابه ايه؟ سي، الاصول تبطئ، ما تمشيش بسرعه كده. نشوف مع بعض السؤال الرابع، vous appréciez، يعني انت مبسوط قوي ومعجب، بتقدر كتابه صديقك، شايف ان كتابته جميله جدا، تقوم قايل له ايه بقى؟ ادي اجابه، هذه الكتابه معقده، complicated، compliqué بالفرنساوي، ولا cette écriture، هذه الكتابه ايه بل، طبعا عارفين بل يعني جميله، ولا cette écriture n'est pas lisible، واخدين lisible يعني جايه من verb lire يعني تقرا، معقولة كده؟ يبقى هقول ايه؟ الكتابة دي معقدة، ولا الكتابة دي جميلة جدا، ولا الكتابة دي مش بتتقري، غير مقرية خالص؟ لو انا معجبة بخط صديقي هقول له ايه؟ cette écriture est belle. كده الحمد لله عديت، نجحت وخدت 4 درجات في السؤال التاني.